قال تعالى فصل لربك وانحر. الفاء هنا فاء متعلقة بما قبلها، والذي قبلها إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فإعطاؤه عليه الصلاة والسلام الكوثر الذي هو نهر أو هو الخير الكثير منحة ونعمة، ومن ثم يستفاد من فاء السببية فصلي، يستفاد منها وجوب الشكر لله عز وجل على ما أنعم به عليك. وذكر في هذه الآية ركن من أركان الشكر الذي هو الشكر بالأركان، لأن الشكر له ثلاثة أركان: شكر باللسان، وشكر بالقلب، وشكر بالجوارح التي هي الأركان. فتكون الفاء تعطي معنى للآية: بسبب إعطائنا لك الكوثر صل لربك وانحر. والصلاة والنحر من الشكر لله عز وجل بماذا؟ بالعمل. وركن الشكر الآخران موجودة، وذلك من خلال التطبيق العملي منه عليه الصلاة والسلام، إذ إنه في صلاته عليه الصلاة والسلام وفي القيام بها والحرص عليها شكر لله عز وجل بقلبه وبلسانه. ثم إن ذكر العبادة في مقام الشكر يدل على أن الشكر بالجوارح مؤكد عليه، لا لأنه هو الأفضل، لا، وإنما لأن كثيرا من الناس يشكرون بألسنتهم لكنهم لا يشكرون الله تعالى بجوارحهم. ما أسهل ما يقول العبد: الشكر لله، الحمد لله. ولذا قال تعالى: اعملوا، انظروا، لم يقل قولوا، وإنما قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر.